سحوركم اجا رمضان يزوركم. مرحبا واضح، انا مسحر منطقه راس بيروت يلي هيدي المهنه ورثناها من جدودنا. اصحى يا نايم وحد الله. صنع عن الرسول أول من بدأ فيها هو الصحابة سيدنا رباح بن بلال بن رباح. هي والدة تعب ما بقى قادر يمشي بقلب الشوارع، فأخذتها عنه أنا لحتى نكمل المسيرة وتضل العالم إنه تفيق على السحور، ما بدنا نقطعها هيدي الشغلة. أمرار عالم أنا وقاطع بتعطيني سحور ضيافة، بضيفوني تمر، بضيفوني مي. يعني بوصل على البيت الحمد لله بكون مسحر، ما بحاجة إنه أقعد أرجع إنه أقعد أعمل إنه أرجع أتسحر بقلب بيتي. ببلش سحر من الساعة 12:30 للساعة 3:30 4، شغلة نوعا ما متعبة لأنه كلها مشي يعني منفيق العالم على طريقة إنه بنستعمل فيها صوتنا شوي، بنستعمل الصوت العالي لحتى العالم بتعرفي بتكون مسكرة الشبابيك لحتى يوصل الصوت إنه مرق المسحر حتى مع صوت الطبلة تبعت المسحر. اصحى يا نايم وحد الله. فيها متعة كتير حلوة وفيها أجر عند رب العالمين بالنهاية، اللي عم نعمله نحن لله تعالى. والمميز انه كمان الاولاد بيصيروا لانه الاولاد ما بينزلوا بالليل لما يكون قاطع المسحرات، بالنهار بالعيد اول يوم العيد هو قاطع المسحرات، الاولاد بيصيروا بينزلوا معه، بيمشوا حواليه، بيصيروا يرددوا الاناشيد يلي بيكون عم بيقولها.